خدمتك ناطر احمد. خدمت وكنت هربت وتخطيت ومنعت وخدمت. كنت في الحشيك المزور في ليسانس بيز دو رشانج فايونس بلينتا ما لعبناش باللعبه تاع السويد والواحد لاذا مزوت الاخرانا نعاونوا بيه بالاقتصاد تاع تونس. ايه مال شنو راهو جندوبه والكير وقصرين وقفصه وقابس هذا الكل مدنيين اقتصاد موازي تعاونوا في اقتصاد تونس. شوفي بنتي تو انت بتمشي تشري بدون مزوت من الكيوسك بتشري ب 50,000 دي على كياس تلقى عندي انا ب 20 دينار وين هاي ما تصبي عندي انا عاد خير 20 دينار تستنفعي انت المستنفعه. مزوت الدوله خليه يا بنتي مزوت الدوله لا متمعش منه شعب متمعش منه لوبيات الكبار والله شفت ناس ما لقاش بشي طيب عشي معقول هذه اش فرق بين الكونترا بتاع قبل وبين بتاع توا؟ في الكونترا بتاع توا ولد تلعب بقصه مواطن هاي شو قبل له قبل له قبل كل شيء موجود لما كانش تهريب متاع الزيت والرحده ما كانش هذا تهريب السميد والمقارونه والكل ما كان لا كنت لا مش حرام لا لا لا, لا مش حرام لا. والله عالميه راهي موجوده كنت في العالم كامل شرع وحدك لا لا والله لا والله شنو اخي نسكن على الحدود مش نسكن على الحدود نجيب نمشي للجزائر نجيب شويه سلعه نبيعها انا نمشي من نجم من تونس شويه سلعه نبيعها غادي مش واحد يعيش معناتها ولا بيس الامور فما فيلا فما ريسيجي فما لا لا والله لا عندي لا دي ماكس لا دي ماكس لا شيء لا مشيت فلوس الكونترا حوست به انا زرت ياسر وحوست ياسر ورجوع على ربي والحمد لله يا رب كان عندنا معمل سيمادي يدخل السميد الجزيريين يجيبوا سلعه معاه الكاميون يفرغ غالي انا غادي كينا وانا نبيع وانا بعد محضر له سلعه اخرى اي ونزيد نقول للسيد وزير الداخليه يا سيد وزير الداخليه مع براس الجزير الكاميونات تاع السيمان فقد راهي من برا سيمان ومن داخل مواد غذائيه راهي من برا سيمان ومن داخل مواد غذائيه تحب توجه نداء للرئيس؟ اي بالنسبة للاحتكار يا سيد الرئيس أي. يلزم تعمل دوريات مشتركة ما بين ديوانة وحرس وجيش. قلت لي خدمتك ناطري قبل. خدمت الكونترا وهربت وتخطيت ومنعت وخدمت خدمت. قلت ايش هذا؟ خدمت في 87 و85 و86. دونك انت ملك الكونترا معناها؟ لا 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 والله ماني ملك الكونترا فهمتي ولا لا؟ خدمت مش ما خدمت. أما يلزم تو باش تقاومهم الدوريات مشتركة دوريات مشتركة في رومبوا تلقى الديوان تلقى الحرس تلقى الجيش ثلاثة كنترولوا مع بعض والدورية اللي تشد مثلا كمية شدت 20 طرنات سميد تقبلها على هالدور إيجا ماك شديت 20 طرنات سميد أنا نقبلها عليك ونخلصك فيها تو تشوف في سهر ما عادش يقعد حتى محتكر وما عادش يقعد حتى واحد يسير الطريق ما عادش خلاص في شهر من زمان ياخذوا عليه. ما زلت تخدم في الكونترا تاع؟ لا ما عادش صحيح رجوع الرب. والله رجوع الرب. وقتاش بطل؟ والله بطلتها يمكن في 95 حاجه كيما هكا. على بكري؟ اي على بكري لا. يقول لك ناطري عنده برشا فلوس. لا الحمد لله يا ربي مستور ولاباس والحمد لله يا ربي. مستور بفلوس الكونترا؟ لا 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 لا, لا مستور مش بفلوس منا ومنا والله الحمد لله يا بنتي لاباس علي ومستور ولاباس. اي والحمد لله. منين ليك؟ فهمتي ولا يا بنتي راهي فمك ناطرية تشري تونس العاصمة انت واحد منهم لا ما عنديش ماشي واحد منهم بنتي والله ماني واحد منهم راهي تشري تونس راني خدمت ونعرف انا برشا فلوس الكل ترى الكناطرية كبار شبيه فلوس شبيك يا بنتي بشي ذي انت عبيت من الاول عاد لا والله ما عبيت حد شيء والله ما عندي شيء وراس بنتي اقسم بالله قبل ما يجيو هذوما الذر لا توا ولت عاد دولابات اخرى وحدات اخرى كونترا في شنو انت خدمت؟ والله خدمنا الكونترا في الحشيك المزوط ليسانس بيز دو رشانج فايونس بلينتا ما لعبناش باللعبه بتاع السميد والواحد لا وصلتوش الماكلة لا ما وصلناش للماكلة لا قعدتوا لتورك وصلت لا والله ما نوصل الماكلة عمرك ما تتاجر في خوك مقود واحد لا حتى ربي ما باركش ليك راه ردي بالك يومها ولا يهم راه يبارك في الكونترا بتاع المازوت ايه مازوت الاخرانا نعاونوا بيه بالاقتصاد تاع تونس ايه مال شنو راه جندوبه والكير
وقاطرين وقابسة وقابس هذول كل مدنيين. اقتصاد الموازي تعاونوا في اقتصاد تونس. شوفي بنتي تو انت بتمشي تشري بدون مزوت من الكيوسك بتشري ب 50,000، تجي على الكياس تلقاها عندي انا ب 20 دينار، وين هاي؟ ما تصبي عندي انا عاد خير 20 دينار، تستنفعي انت ونستنفعي. مزوت الدولة خلي يقع. يا بنتي مزوت الدولة لا متمعش منه، الشعب متمعش منه، اللوبيات الكبار. اللوبيات الكبار متمعشة منه، مش متمعش منه المواطن والواحد وكل شيء. والله بالحق ونزيد نعطيك وامشي تو شوف جي. يقول لك حاسب خاصة المناطق الحدودية يمشي رئيس التير نتاع كوسك اعمل الزور تجي بعمل. توا وين تخدم؟ توا انتريتي لاباس الحمد لله. توا انتريتي من الكونترا؟ انت لا 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 مش من الكونترا والله ما صورت منها شيء. بارك فيها الفلوس ربي ولا لا؟ والله كي تخدمي بالحلال ربي بارك. حلال في الكونترا يا معلم؟ لا الكونترا لا مش حرام راه. لا 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 مش حرام راه. والله عالمية راهي موجودة الكونترا. العالم كامل شرع وحدك معناها. لا لا والله لا والله شنو اخي نسكن على الحدود مش نسكن على الحدود نجيب نمشي للجزائر نجيب شويه سلعه نبيعها انا نمشي من نهز من تونس شويه سلعه نبيعها غادي باش واحد يعيش معناها توا لاباس الامور فما فيلا فما ريسيجي فما لا لا والله لا عندي لا دي ماكس لا دي ماكس لا شيء لا مشيت فلوس كونترا حوست به انا درت ياسر وحوست ياسر ورجوع على ربي والحمد لله يا رب والحمد لله والله الحمد لله اما ثم كناطريه راك نقول لك بنت البايه تجي للحدود وتشوفي تو تلقى حالها فهم نمشي للحدود نشوف الكناطريه اي نوريهم لك انا تجيني نهزك نهزك تشوفي راه نهزك تشوفي على عين المكين اخزر قدامك اخزر ها وين هي السلطه؟ والسلطه وين هي؟ راهي المشكله كله في السلطه اي السلطه هاي ما شدتكش انت عام 95 لا والله نشد والله نت... والله نتشدوا خطوك وقتها خطوني هذه خطي مره ب 7 ملايين مره ب 10 ملايين مره ب 10 ملايين ترجع هو نرجع شكون عندك وقتها؟ شكون عندك؟ شكون عندك معناها ماتريال؟ لا لا ما عنديش تجيني كان تهرب على ساقيك كان عندنا معمل سيمات يدخل السميد الجزيريات يجيبوا سلعه معاه في الكاميون يفرغ غالي انا غادي كينا وانا نبيع وانا بعد نحضر له سلعه اخرى اي ونزيد نقول للسيد وزير الداخليه يا سيد وزير الداخليه معبر راس جدير الكاميونات تاع السيمان تفقدها راهي من برا سيمان ومن داخل مواد غذائيه راهي من برا سيمان ومن داخل مواد غذائيه التجربه تحكي على روحها اي صحيح الخبره تلعب في دورة لا مش الخبره خاطر شفت ناس انا والله شفت ناس ما لقيتش بشي طيب عشية معقول هذه ايش فرق بين الكونترا بتاع قبل وبين بتاع توا؟ خويا كنت نتاع توا ولا تلعب قلت المواطن. هاي شتي قبل لا قبل لا قبل كل شيء موجود ما كانش تهريب نتاع الزيت والرحدة ما كانش تهريب السميد والمقارونة وكل شيء ما كان. كان نجيبوا البياس دو روشونج من الجزائر نجيبوا العجل فهمتي ولا لا مزوط ايسونس حاشاك حاش قدرك فهمتي ولا لا ما سميتش ونهزوا من تونس من هنا اللبسة مثلا المراول الفراول نبيعوها غادي في الجزائر فهمت تو الجزائر كفت من كل شيء ما عادش يصير معنا حد شيء والله ما عاد يصير معنا حد شيء اي شنو النصائح نتاع تنجم تنصحهم بما انك كناتري قديم وش عندك تجربه قداش قعدت التجربه نتاعك؟ والله التجربه نتاعي برش برش اي كناتري قديم شنو نجم ينصحنا؟ بيش ننصحك مثلا اي فيش في ما خصيش اي مثلا الطرقات المسالك اللي تجيبهم قبل لا لا نجيبوا المسالك الريفيه فهمتي والله مساكن كشاف قدامكم بنت كشاف موجود ونزيد نقول لك حاجه انا نقول هيك من الاخ يلزم سيد وزير الداخليه يعمل دوريات مشتركه هاني نقول لك بس تقص الحلافه هذه تعمل دوريات مشتركه خاصه في الجيش خاطر الشعب التونسي تو عنده ثقه في قائد السعايز وشويه والجيش تعمل دوريات مشتركه حرس في رومبوان في الحدود في اي رومبوان قبل كيفاش تهربوا الدوريات؟ ما كانت فما دورية من قبل هي من انتوما كيفاش تهربوا؟ لا لا ما كان قبل ما كنتكش بيا عطا ما تدورش بيا كيفاش كنتوا تهربوا؟ شكون؟ انتوما لا نعرف الثنية اهل مكادرة بشعابي نعرف منين انا جاي من هنا نلقى وقتي في باب بحر نشوف من غادي ندور من هناك نجيب على الباساج ونتعدى فهمتي ولا لا؟ اي عندكم شكون يشوف قبلكم؟ اي اي الكشافة موجودة موجودة الكشافة الكشافة هذه مهنة ضمن الكونترا ضمن الكونترا ما هو يمشي قدامك ويعلمك ايوه شنو فما بوستات اخرين فما بوست نتاع الكشاف فما بوست نتاع الكونترا صحيح شنو واقع ياك هو زوزك هو خدم هاك هو هاك هو زوز خدم ما تعملوش ريكروتمون في حاجه اخرى لا 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 والله لا بيه.
أخطر موقف عشته طيلة مسيرتك وأنت تخدم في الكونترا؟ والله ما شو تتذكرها قعدت في مخك؟ قعد في مخي والله ما برشا مواقف شديت وشدتني الديوان الجزيري وشدتني الليلة شدوني الديوان الجزيري في التراب التونسي هزوني الحبس الجزائر إيه شدوني في التراب التونسي فهمت ولا خاطر في الحدود تاع الجزائر الجيش والدرك الرحمة معاهم لا ما ما تكلمي لا شيء ما ليلة الشيف بتاع بوست قلت راني زوالي راني كناتري زوالي قلت ظروفي يعلم بها ربي وعندي عائله والله يخزن لي كيما نحكي لك اقسم بالله قال لي السياسه نتاع بورقيبه خلاها لهيه اهدر معانا الصح